أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم. أرحب بكم في السلسلة الدراسية رحلة الميلاد. رح أخذكم معي في أماكن عديدة بمواقع كتابية، رح نشوف دراسة تاريخية عن ميلاد ربنا يسوع المسيح، ونكتشف من كلمة الله غرض الله وفكر الله وخطة الله من خلال الميلاد. أنا موجود في مكان كتير حلو، مكان يطل على سهل يزرعيل اللي يسمى هارمجدون، وأيضا تستطيع أن ترى مدينة الناصرة. طبعا خلف كنيسة البشارة، فالناصرة هي مدينة البشارة، الناصرة مدينة يوسف النجار، والناصرة مدينة مريم العذراء، والناصرة أيضا هي مدينة ربنا يسوع المسيح عندما جاء الملاك ليبشر ويفتقد مريم العذراء بأجمل وأعظم زيارة لكي يعلن عن الخلاص من خلال يسوع المسيح. رحلة الميلاد طبعا هي رحلة كتابية، لكن أيضا هي موجودة منذ الأزل في فكر الله، فالله أعد الحمل قبل تأسيس العالم، يعني فكر في خطة الخلاص قبل أن يخطئ آدم وحواء. من محبة الله الشديدة العظيمة تجاه الإنسان، الله أعلن عن ذاته، أرسل الكلمة يسوع المسيح ليتجسد في أحشاء القديسة مريم العذراء ليقدم خلاص لكل البشر. وها نحن نقف على جبل القفز ننظر إلى مدينة الناصرة ونتذكر الأحداث الميلادية. فتعوا معي حتى ندرس مع بعض رحلة الميلاد.